يدمج بين رقص الباليه والدبكة الفلكلورية، فهو يسعى لتطوير مناهج الدبكة وتعليمها للمدربين والمعلمين. أسس عدة فرق فنية أهمها فرقة دوبان، كما أنه يصمم العديد من الرقصات المعاصرة كان آخرها عرض صلال. نتعرف على الراقص الشاب حنا طمس في التقرير التالي. بداياتي كانت بعام 2006-2005، كانت بداياتي فقط مشاركة باختبار أداء بسيط كان موجود بالواي MCA YW، وبدأت أتدرب هناك كدبيك، لكن دائما كان عندي شغف وحب للرقص. بعديها بدأت أخذ أكثر حصص بمجال الدبكة، الدبكة اللي كنت أخذها مش فولكلوري بحتة، كانت مخلوطة. مسيرتي كانت صعبة بالبداية، أول إشي اللي هو كان عدم تقبل أهلي لموضوع إنه أنا شاب بدبك أو برقص بشكل، وبالأخص إنه راقص. بعدين كمان بعض الأمراض صارت لي على فترات مختلفة، وهون خلاني أكتشف إنه عن جد أنا عندي هذا الشغف وعن جد عندي هذا الحب، لأنه قعدتي 2-3 سنين بالدار خلتني أبدأ أرسم الحركات وأبدأ أتمعن كيف ممكن أطور الحركة. طبعاً بعدين حسيت إنه البلد كتير أعطتني، لكن كنت بحاجة لأكثر من هذا الحكي، فطلعت وبدأت أشارك في بعض المعسكرات الخارجية مثل لندن كونتمبري دانس كل الجامعة الملكية في لندن. شاركت كمان في معسكر بوردو للرقص المعاصر، شاركت كمان فيستيفال الوركشوب فيستيفال بألمانيا. بالنسبة للفرق اللي أنا اشتغلت معها، أنا اشتغلت مع كتير فرق ومؤسسات، بالإضافة إنه أسست بعض الفرق. فرقة فوارس البيدر كانت واحدة منهم، اشتغلت مع مؤسسة عشاق لمدة سنة، وكنت بالسنة هاي اشتغلت كواحد من الأساتذة الأساسيين، وبرضه اشتغلت بفرقة وليلة. المؤسسات التانية اللي اشتغلت فيها زي الواي ام سي اي، جمعية شبان المسيحية، بشتغل بمدارس متعددة في القدس. بعدها في عام 2012 قررت أنفصل عن الفرق اللي كنت منتسب لإلها لأسباب كتيرة. مجرد ما انفصلت بدأت أحس أنه في تعطش لأنواع الرقص المختلفة عن الدبكة، لأنه بالقدس عندنا كتير عندنا محدود الموضوع. فمن هون جت فكرة دبان اللي هي توفير مساحة للشباب الفلسطيني أنه يجي هون يفرغوا كل مشاكلهم اللي منواجهها من ضغط دراسة، ضغط احتلال، مشاكل عائلية أسرية اجتماعية. فكان هذا المحل الحاضن لإلهم. بلشت بدبان ب16 راقص وراقصة، واليوم فيها أكثر من 150 راقص وراقصة منضمين لعائلة دبان، وكمان دبان تعطي خدمات لأكثر من 890 طالب حوالين المدارس. طبعاً بالنسبة لإلي الرقص هو كل شيء، هو كل شيء أنا بملكه، هو سعادتي، هو حزني، هو وجعي، فهو المحل أنا بفرغ فيه كل مشاعري وكل إشي مرقت فيه أو كل إشي بعيشه يوم من صعوبات لفرح. فهو المكان اللي بحضني أنا، لأنه كتير مرات ما لقيت حالي قريب أو بشبه المجتمع تاعي، لكن بالرقص أنا بنسى كل اختلافي وبندمج، وهو المحل اللي احتضني من وقت أنا طفل لحد أنا. فبس